شباب اعتصام واح كلا يسكو خلافين حكومة يسكو خلافين دلني رضا من الإعلام حركة الشباب من الشباب أنا مركة أن دبقى لي وحاك يعني دور أريموت لم برون وحاك يعني حتى هين دتكن ماذا وحبري مركة بسلا دي الكهاري مركة روح الاسلوة جيدا قلو يالا قل لجيتك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين. ومقال كي صدنية الضباد اتحنهني مؤكتهي عاوكا وحان كسو قاضينا كليب اما أرين لو ريجين اي سوشال ميديا وذات سوماليات وكهاللي أرمان مرار بضان كسو العلنجر نكال إلى ذو عبدالله بربراوي وشوغم قال ذا هرقيسة ايا إن وحوط تبع حي كليب أو دبي أو كرشي كي أرك الشباب مش أكيمة شكلهم وحوش يا جمر وكرشي كينا يي كوحها ماركتي إلى هذا وانجهاد إن يو كوحان إسلاميين تا يو سيالها يكلب بحاني وحيابها إسكو هيان يقدر نحضر لأن وان أرجنا إن يجي صيان ركا حسوق هذاي شباب يعتصم بالضبط سادو وقاتو إن وذاتك وذات كرتا شق بربراونك اللي هذا وحو أو يران قدومي أو يهاي أما كتير سن يهاي أرك اللي هذا سلف الجديد. سلف الجديد وكوح كم ذا وهابي ذا أو لكن أجنشر للدولة ذا أو آن أقلين إن حاكم كأما ننك الدولة ذا حكومة إن لغهري ماذا وانا سيداس أصل كفكر كأهل السنة عقيدة أهان كتبت عقيدة أغو قرموا سيداس يعني ننك حاكم كأ إن لغهر يمادو وما ركتين لغو بحو هدو ظلم السمايو إن إيغو ماي أغلا وحالي لذا إيغو حاس إن وهابية دا كسي رح دورتي إن سردون كسعودي وهابية دا سكويد هاو أهادين أرور نجدي لولكا كسوفر عمي لكن إيغو إن مرسي دنبيسي أي أن ما كان لدي هذا السلف الجديد وحا سيقارة أسي ماركت أسي حشي إن سردون كدولة السعودية ومركز نيل أورنجر محمد جامي إيو ربيع المدخلي إيو أي الشيخياء ويغان إسكسي الشيخياءها مركز مرة بإنه وذاتك كل إرادة وذاتك مركز حكاً واجي حقيقة أبقون مرر بضن هل كان إذن كله وذاتكني وذاتك لا أي كهل لين سيدا وذاتك ريجيبوتي عبد الرحمن بشير وكاله iyo maxay ayda kuwa kala ba taaso u yiri shabaab waxay ka soo baxeen raximka ama ilmagaleenka al-i'tisam waxaad ogtiin marka al-i'tisamku inay shabaab ka naqdiyaan oo ay dhahan waa khawarij iyo wax la mid ah taas maxaa keenay wadaadku meeshii lagu kala baxay iyo sababta i'tisam ay shabaab ay u leeyihiin waa khawarij iyo wax la isku hayo ee dhabta ayu ma aragtay farta ku fiiqay isaguna waa nin guud ahaan ururka wahaabiyada ka tirsan gaar ahaan ururradan ayuu sida uu macal kiliibka dhexdiisa ku sheegayo ay isku mid ahaan jireen intuunan maaragtay u janjeersanin fikirkan maxay ahayd madkhaliga ah ama maxay ahayd qoloyinka salaful jadiidka la dhaho aad u taageera dawladaha dabcan waa dawladii iyaga sameeyay sida khaliijka kuwa khaliijka kale suuudiga iyo wax la halmaala marka بل مركه هو الكليب كأن يسنو وذات كدمنا تعليق يعني آدي دونا شباب يعتصام وحكا ليسكو خلافين حكمكم بيسكو خلافين شباب خرج من رحمي الاعتصام المقالين كاعتصام كأيو الشباب كصوبحي أنا قرر أنه يسكو حبناهان شرني رقع أساسي شباب كانوا من الاعتصام بل اعتصام كانوا كوي أساسي بأهل الله سعامد كوي أساسي اعتصام كأساس كيسي أباب الكيسة أوين لها أيوم بها الشباب كان أساس اسكو فكر نواي هاي انت الشباب كورا دانو بيورن شيرين جهاد كا ديدن تهين مرايكن كادو شقايسان وحاس حكامتا طواغيد دابا الدفاعيسان حكامتا والالا دقالمي كرا دقال كان نور كان السلام كسعولا قاران صوماليا وكالوا جهاد انت اسو بيورن شيرين gormay ay ixtisaamku inta joojiyeen way bilaabeen shabaabka caayaan markay suldada isku qabsadeen shabaabka ay ku raadeen doonta anaga naaxudayaalka ah xagga dambe ka fuula
حتى وين شيرين وحيران واريد إنك ما أنت بعيد كويدين كويدين دعائه الباب إحنا قصي يبي يكون هذا وحلا إذا كنت سيني ما ترتين مرتين إذا بلنا قضاء حق الضباب فريز تبي يكون هذا مركي الضباب يسخن لعو وصيب بلعب ماينا وأتي سيب بطينا قارية كمي دبي اللايين مركي سيب بلعب إنه هذا هو خوارج وحي خوارج كل نغذين وحان حقيقة أي طاي ويسكو مذهب لكن خلافات كاسم باكلك حي وانا لقيت تمر بطيون ولا اعتصامك ويبك حمر هنيل دولة دكويلة لسمو يعني ميل كلام يدحدو مقلي كران لا يمكن بحرية يسكما سعون كران يعني دولة دكوس جيران لكن ما علمت ايقو تمر هلان ناسان وبيو بلاوية وداد كم يدهو امير مر ونغضي با يري بريقي اي شدنايد ارنتي محاكمتو ايو يري انت نين مدح يسوي ياري يقولي الشعب كمالين تون الراعي عن إذن لسمين نبوك من كلاوية كم إذن كتاب بابك قرأي ويقولي ذاتك سلف كون اسمه شيء كتاب دقال كسدح وقيب سنة دقال كروا كالان كسوعدا قاريري وجهاد حد وجهادي والله وضعي قاريري وفتنة ولسو تاقن ولي قدب لما دوات قررس انصوما إيا قار له وجهاد لكن هذا وقت جي سبارة هنا نوير نصنع. فكان استراحة محارب بالله روحنا. حبي الله هو خالد. أنت صوت شرنا ويد على طريق ويسامرت. أنت إذا جن دجال كون يسكت دين هذا نين الدبو على وسن. ويروح وقف قادو في كرهانية مدى بهان وقشره. فرصة مول السجية. هي مناسبة حبي وسامرتها. إن أوكي وذات كرتا. qodobada uu ka hadlay waa daawateen si fiican runtii uu u sharxay dabcan wadaadka yani ani isagu isku aragti ma nihin marka laga hadlayo waxyaabo fara badan oo isku madhab ma nihin marka laga soo tago inaan laba qof oo muslimiina si guud u wada nahay laakiin xaqiiqadu sideedaba xaqiiqada in aad daacad u ahaato ayaa fiican cidii doontaba ka soo baxdo ciday doontaba ka soo baxdo xaqiiqadu حقيقةً بدعاء الله النقضة. مركا أنك هلا إن مسألة كوساب سن شباب يعتسام ديرن بكشاب. وحيابه هو يروح حكم ذا. إن أنت هذا الشباب إليهين قال هذا الشقيسان رجال بيت خط الشقيسان وحيابه لم يتكه. أيوم بيعتسام كل شيء ترى ورنتي بينكمون الشيء. يجوا ولي بدها هي. بيوتيوب كل شيء تان كسر سارة كرة. يجوا بدها هي. كو هو وين. قال بدك كلا أشجع وحكم ذا مهم كا. إن اعتسام كان نمك الليلة هذا أو شيخ أي كم ديه الشيخ أمل إيو بشير أحمد سلاد إيو نمك الليلة هذا الشيخ ديرير إيو أي كم ديه رجاس إن لقوا أساس لاس عانات مجال لاس عانات إن لقوا أساس أي أيام حياة هاي ذي يور شيخي وحكى له شيخي دتك وحكى أساس أي إني كم ذا هاي رج هذا ما أنت شبابك oo shababka hoggaamiyey ama haayeen ama hoggaamiyashoodii soo noqday marka wixii waa isku mid uun waxa kale uu sheegay waxa lagu kala guday inay ahaayeen xukunka iyo maslaxada ee aynan ahayn ideology iyo aqoondo aynan ahayn kale taasna waa runtii waxa soo dhan waa xaqiiq jirto runtii waliba wuxuu ku daray anaga kasoo mid ahaan jiray yani ururadan inuu isagu wadaad ku dhex jiri jiray ba muuqata marka dabcan qof ee ururki kamid aha ama ugu yaraan shirarkoodi tagi jiray ama saaxiibo dhow la aha oo la tiimam aha marka uu waxa ku sheegayo ee way ka awleysantay marka uu kaaga waramahay qof ka baxsana iyaga tayib waxyaabaha kale muhiimka uu sheegay waxa kamida ee markay qori noqotay shabaab dibay guuleystay dabadeedna ee waa kuwan hoteelada lagu ururiyay ictisaamki oo شغنور بارود جرحان إيو يجوا هوتيل ده كتير كل بلو جوير راي. مركه هدف كوام حي هدف كحواي إن مصلحة دي أي لبده وضع الله كلام مرة هي أي كله جودي. يعني قلوا البين ضدك حكومته أفكار تي هذا يكون شبطه أي الربطة وضدك قالا يأكتو ذكوا ذيهين لكن إن متبود أركا إن يكلوا ذهي أما يكونها بانتها. لكن وضعنا الشباب كمان تأيه هيان هري والسكول قبي وإذا دنا أيه أركي إن سكول ذا إن لا رح جلو حوار ذا إن لا رح جلو الدولة ذا إن لقوم الماء إن يكدوا ذا هاي
حقيقينتا يول كيلر نبي حيابها صوتنا أيو مارك تيفتيمي حكا القضب مهيمة وذات افتيمي باتير أو إنان مارك تحسوسنا أنه أي آدي آدو طاي قضب كوحواي مرر بضن بي مارك تي اعتسامكو وحيابها أي كهرين هدانانا أي كسو النقضين إذا ددو محاكينا هي مركا إن هالكي هورا لغو النقضو وحويري أي دلو جيد أهام باللو أميسين مركا ku qaarna kutubta waday ku qoreen marka waxa la dhahay istiraahatu muqatilan yani nin dagaalayaana oo nasanay marka lagu leeyahay walaalanahay dadka nabad waa in lagu soo dabaalo shabaab waa khawaarij xabal lamida istiraahadii baa lagu jira ardadi baa la dhisaaya jiilkii dagaalka geli lahaa ama dadka qabsan lahaa wadaday doonan soo maran ayaa la dhisaaya xuduuyinkii qorshayaasha ayaa la jeexaya marka iyada marka istiraahatu muqatil waa sidoo sheegay qodobka kale aad muhiimka waxa waaye markii la iskhilaafay dambe ay ictisaam ku dhahayn shabaabku waa khawaarij oo maxay khawaarij ku noqdeen shalaabadooda socoteen oo isku fikir ahaydeen ma markuu maanta ku yiri war wixii kutubtay inoo qoraa ee shalay aan isku ogeyn ee dadka in la gaalaysiiyo ahaa dadka maxay ahay ee kale inaga inuu caqiidada ahayn waa qabuuriyiin iyo magac bixinta aan ku wadno ma marka aan maxay ahayday oo qodobkaas isagu si dhab u xaqiijiyay adiguna maanta aad u aragtay in qodobkaasi aynan dantu ku jirin dantaadu ku jirin iyo khawaarij noqday warna manka waa khawaarij aad dhihine in dhaha waa wiilashaanadii ama ardadaanadii ama saaxiibadaanadii hore oo maaragtay aan ku kala gudnay aragti ah in wadadii loo mari lahaa yoolkii aan rabnay in la xaqiijiyo waa inta mas'aladu tayib marka hal waxo kale ayaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo halka waxa weeye اعتسام ان ايو كو والله المارو او ورردن هذا ددك ديلايا ان اما اس اسي اما قيب كا اها شلي وخبا يينن اسكو دين اني كبخسدان هدهن ولا ليالو شلي فكردن انغا بيراي ددك هل ديلايا هل قرخيه يو خلمدكا يو واغالو لان مهمد واه ددك دي اد كوشبتي واغالو شلي اسل جيل لبا جيل اما صدح جيل او سوكخيساي او اد وخي كوشبتي بري een intaad maaragtay fikirkiin iska bedesho inaad dhahdo iyaga khawaarija hadaadana fikirka ku shubay ogow aad hadda waan maanta waa khawaarij ku sheegaysaa qofka isbedelay waa adiga inaad markaa tiraahdid een waa khawaarij kaas oo maaysa dhah raali hada yaani inay sheekhiyuhu fikirka ka taduuraan oo ay horay ooga maaragtay durkaan oo ay bislaadaan waa wax fiican ma diidanin laakiin yaana nadiin fikirkan shaqo kuma leen taas waa been mana yeelayno haddahan Soomaaliye raali ahaada khald baan shalay beeray dhalinyaro badan baan khaladnay marka anagu fikirka waa ka laabanay dhalinyarada aan khaladnay aan maaragtay isla wada saxno oo aan dhahno walaalayaal way idin ka khaldan tahay shalay baan khaldanay markii inaad idhaahdo shalayna waa saxnaa maanta waa saxsanahay shalay fikirka ruuxa aad ku shubtayna aad tiraahdo waa khawaarij inta taa macnaheedu waxa weeye inaad ugu shalay khawaarij ahayd laakiin shalayna waa saxnaa khawaarij ma ahayn fikirkii ninkaan kaga imaadeen waa khawaarij anuuna maanta waan saxsanahay shalayna waan saxsanahay taasoo muxuu khawaarij ku noqday fikirkan adaba shalay qabay isla qabteen waa kan Allah subhanahu wa ta'ala iskula dhoobaysan iskula dhiseysan marka walaalayaalo idinku ha isku dayinin in aad dadka xuquushooda ku ciyaartaan marka fikradan dambe ay wadaadadu dib ka rumeyeen intay muhaadarooyin Nairobi iyo meelo kale ku qabteen ay shabaabka dhaleeceeyeen oo ay dhihiin shabaabku waa khawaarij waligaana ka digi jiray dadka in la dilo ma aha dhalinyaro dambe ayaa rumaysatay ilaan wadaadadu markaa horena taageerayaal bay lahaayeen oo kuwan shabaabka u batay markaan dambana taageerayaal cusub oo ay mar walba ay beerayaan baa jira kuwan dambe ba ku katsoomayo u maleeynay in wadaadadu run sheegayaan walaalayaal wadaadadu run idin ma sheegayaan fikirkan shabaabku qabaan ictisaamka shalay qabay ictisaamka ka durkay oo maslaxadooda u arkay sidaan ganacsiga iyo hay'adaha iyo iskuulada iyo hoteelada iyo maaragtay in la sameysto maaragtay dhaqaalaha iyo maslaxada xaggan u arkeen idin ma in sheegno ma in warnimankan anaga shalay waxaan ku shubnay idinkuna fikradan dambe wadaadadu ay ku dhaleeceynayaan shabaab aad rumaysateen idan wadaadkan run ka sheegay waxaan run ka sheegay Cabdiraxmaan Bashiir oo yiri wadaadada oo oga siibtay dhalinyaradan maaragtay meeshan intay keeneen marka ictisaam yana ka baxsanin mid kale diinta in loo isticmaalo dana gaar ah oo maalinba aad shaad u soo xirato dadka oo aad dhahdo shalayna waan saxsanahay maantana waan saxsanahay berri markaan isbedelana waan saxsanahay waa qalad oo ugu yaraan dadka u sheega
inaad idinku isbeddel uu idinku socdo oo aad tadawuraysaan oo maaragtay fikirkiini hore aad ka durkaysaan ilaa shalayba inaad suufiye ahaydaan dadkood u sheegayseen yani Sheikh Umar iyo wadaada kalaba waa anigi halkan idinkaga baahiyay iyagoo dhahaya suufiyaan ahaan jiray oo Ilaahay baa naga soo badbaadiyay deedhaha shalayna khawaarij baan ahayn ama oo yaraan fikirka shabaab oo kalaan qabno Ilaahay baa naga soo badbaadiyay haddii bariis badashaan tan maanta aad joogtaan dhahay Ilaahay baa naga soo badbaadiyay barkay ma xadidanahay ka dhumashada ayaan diidanahay marka yaani talawun iyo dadka xuquushooda lagu ciyaaro waxa sax ma aha waxaan sida u leenahay mushkilad weyn oo in la daweeyo u baahan ba meeshii taala oo ah mushkilada dilka oo salaay beerteen mushkilada qaraxa oo salaay beerteen mushkilada gaalaysiinta oo salaay beerteen dabcan gaalaysiinta hadaba kama inteen insulin ee laakiin waxa laga yaabaa inay nidaaq yar ku soo ciliiriyeen oo maartay suufiyada iyo shiicada iyo mu'tazilada intaas ay gaalnimada hadda ku soo hadhay marka barkay waa inaad si fiican oo run aad u sheegtaan qofka haduu mukhlis yahay oo daacad yahay waxba kama xumaado laakiin mushkiladu waa daacad la daacadnimo yaraanta daacadnimo la'aanta waay mushkiladu waa khiyaanada mushkiladu waa wax istaba marinta wa mahadsantiin fi amaanillah.